73. الناس الكل 2 جوان 2020، مرحبا مرحبا بكل ما التحق بينا في الوقيت هذايا كما العاده، موعد يومي يجمعكم بينا ويجمعنا بكم كل يوم على النجمه فام من الاثنين للجمعه من 10 حتى الماضي ساعه في زوم 73. كما قلنا تسمعونا في نجمه 88.495.9 في سوسه، سينا 88.9 في المستير والمهديه، تحيه خاصه زاده للناس اللي تبع فينا في كامل تراب الجمهوريه الكل والا خارج تونس على ستريمينغ لايف نتاعنا على الفيسبوك، وتابعونا برشا وتخليونا لي كومونتير نتاعكم. شكرا لكم وشكرا لكل من اختار انه يسمعنا كل يوم في الموعد هذايا. احنا نوعدكم ديما كل يوم يكون عندنا حاجه جديده، كل يوم نحكي لكم في الاكتواليتي الفريشكه النافذه على اهم ما يصير في الساحل الكل وحتى في تونس، دونك نشوفوا على مستوى وطني شنو الاخبار وشنو اهم الاحداث اللي قاعده تصير، نحاولوا نحكيوا فيها نوصلكم المعلومه، تحليل شويه مع مختلف ضيوفنا والسياسيين اللي يكونوا حاضرين معنا في زوم 73. يلدزوري معكم كما العاده في الميكرو. صباح الخير ريم. بونجور يلدز، نهارك مبروك، وان شاء الله العباد اللي يسمعوا فينا زاد يستمتعوا شويه ويبدلوا الجو معنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يبدلوا الجو اليوم في زوم ونقول يستمتعوا، على خاطر عنا برشا اخبار. عنا مريم تضحك. مريم جستمون هو اليوم النهار تحسوا بيزار، علاش يا مريم انت الاخبار اللي ما الاكتواليتي ما تستمتعش معاه، ما تستمتعش كي تسمع الاكتواليتي؟ بون كنت رايك اذا انت حره سيد المخرج تقولش عليها محطوطه معنا قصرا معنا بس. وتوكا مريم تلقاوها معنا في الاخراج كيما العاده، تليفوناتكم على 73 278 700. خلينا نبداو كيما العاده، نعطيكم فكره شنو عنا اليوم وشنو اللي يستنى فيكم في زوم 73. لو سومير زوم 73 لنهار 3 جوان 2020، باش نحكيو على اشكالية التلوث في واد بليبان سوسة. في المهدية المعتمدة متاع شربان تقتحم المعهد الثانوي وتتهدد على الإطار التربوي، تفاصيل بعد شوية. جنسيس إيطاليا يتعرض للضرب والعنف، الحكاية تتعدى إن أبيرسو، أم المعتدي تحكي لنا على التفاصيل. في بالسياسة لليوم ضيفنا السياسي عماد بن حليمة، نحكيو معاه على الاعتصام واللي صار البارح قدام مجلس نواب الشعب. هذايا وأكثر تلقوه معنا على نجمة فام اليوم في زوم 73. من البداية كيما العادة تكون مع ريم توت سويت في الإيديتو. إيديتو زوم 73. على سلامتكم. تبادل العنف في برنامج تلفزي، هذا مش تفادليكا ولا فيديو يدور على فيسبوك، هذا صار في قناة تونسية، الشيء اللي خلى كرونيكوز البرنامج تنسحب وتخرج وتبرر خروجها بسبب هذا. عدنا فتكم بالحديث، البرنامج شكون فيه؟ المنشط ممثل معروف ولي كرونيكوز أشهر من نار على العلم، ومن بينهم للا أساور، أساور اللي عادته في الحبس أكثر من اللي عادته في دارها. احنا عاد ما والدار الكبيرة تلفزنا اللي يشد الحبس يخرج نعطيوه برنامج ويخلص ملايين، واللي في حقه قضايا مرحبا بيه، كرونيكور معزز مكرم، وكلمة كرونيكور قديش ولا تتعايف في العالم. كرونيكور يوجه الرأي العام، يصنع رأي. في تونس الكرونيكور عنده مهام أخرى، يا إما خدمة أجندات معينة والمحابات، ولا نجيو للكرونيكوز بالذات مبدلة مزينة نزينوا بها القاعدة وش علينا في مخها وكلامها ورايها، المهم مالية الكاميرا وعندها كونت انستغرام. وهذا للأسف اللي خلانا اليوم نحكيه على ضرب ومضروب في بلاتو تلفزي، ناس لا عندها أخلاقية مهنة ولا هي في مهنتها أصلا، تشوه في قطاع كامل على خاطر تحطوا ناس كيما للا أساور وغيرها ينظروا على التوانسة، وعلى خاطر عطينا الواحد كيف ما ممثل فيصل الحذيري ماشي في بالو تقديم التلفزي دور يخدمه مليح ويعطيه الصحة. أما ياسين ممثل وقوفه قدام الكاميرا ما يعنيش اللي أنت صحفي، وعاش من عرف قدره. إديتو زوم 73. كلم عليك المعنى لجارك اليوم يذولي ما ينطبقش لحديثنا على معنا فيصل الحذيري والبلاتو تلفزي على خاطر بون اللي جا قد هو بخيتو يلبس ريح. أنا اليوم نحكي تكون على حاجة صارت في بلاتو تلفزي في قناة تونسنا، نحكي اليوم على الكرونيكوز اللي خرجت واللي برت الخروج متاحها بعركة في وسط البلاتو والضرب الكريسي وكل بين المقدم وبين كرونيكور. اللي صاير في الاستوديو هذايا ماهوش بمنقع على اللي صاير ربما في دي بلاتو اخرين متاع التلفزة، ولكن شنو ليكسيبسيون اليوم نلقاو لمو نعملوا ايميسيون اذا كان فما قناة
تحب تعمل إيميسيون باش تضرب، باش تعمل جيب ممثل مع شوية بنات، يا إما عندهم دي كونت انستغرام ماشيين، وإلا عندهم دي كرونيكور عندهم أجندات يخدموا فيها، ونحطوهم ينبروا ويعطيو في رأي. صناعة الرأي يلدز في العالم تصير بتقنيات محددة، فما ناس اللي هي قادرة صناع الرأي هذوما اسمهم، وقادرين باش يواجهوا العباد، باش ينصحوا، باش ينظروا بين قوسين، ويعطيو بعض النصائح للناس اللي تسمع فيهم. ولكن في تونس احنا عنا عباد قادرين باش يقوموا بالدور هذايا، من لي كرونيكور اللي نشوفوا فيهم، نشوفوا كان في عباد قاعدة تعيط وتصيح، وإلا نعملوا عركة في وسط البلاتو باش نعليو لوديمات، وإلا زادا في حالات أخرى نجيبوا نساء محليهم بدلين مزينين، وهذا بين قوسين تجارة بجسد المرأة على خاطر نحطوا فيها في صورة، ونحطوا المرأة هذيك وهاوكا مبدلة مزينة وقاعدة في عين الشمس كيف ما يقول المثل التونسي، أكاهو باش نجلبوا بها المشاهدين وباش الناس تتفرج في الإيميسيون هذيك. اللي صار في البرنامج فضيحة، وانا اليوم مانيش نحمل في المسؤوليه للقناه، ولا انا نحمل المسؤوليه للهيئه التعديليه اللي عطات اوتوريزاسيون لبعض الدكاكين اللي قاعدين يخرجوا في ناس كيف ما هكا، اللي اليوم يقف قدام الكاميرا ولا قدام الميكرو يرى روحه اللي هو ولا اعلامي، وكلمه اعلامي بيان سور ديما بين قوسين، نحكي هوني سبيسيالمون على اساور اللي الناس الكل تعرفها في قضايا نتاع أخلاقية وفي قضايا مخدرات وغير، واليوم نلقاوها كرونيكوز وتعطي في رايها ومعناتها وتوجه في العبيد. أنا الحقيقة بالحق معناتها، وخلينا من الدومين، خليني مانيش أنا صحفية نحكي اليوم كريم المواطنة، اليوم بالحق مانيش قاعدة نستمتع بالتلفزة التونسية بالكل كيف ما الناس الكل. دونك وقيت باش نخرجوا هالناس هذوما الفقاقية هذية، خرجوها من الدكاكين الإعلامية، نسكروها إذا كان بيان سور ما معناتها تجاوزت حدودها، ولكن حسب رأيي إنه يكون فما ضرب وخنيف اللي بالدرجة هذية في وسط بلاتو، الحكاية ما يلزمهاش تتعدى مرور الكرام. داير أنت ريم باش يتغشوا عليك برشا اليوم، أما الحاجة اللي تزيد توجع أكثر. باش يتغشش عليا محل فان نتاع أساور ميسالش يتغشوا. لا ميسالش، أنا هاني من توا نقول لهم ناس اللي تحب أساور تتغشش، والعباد اللي تتبع في أساور تتغشش، ميسالش. ما تغشش أنت. لا خاطر مش متغشة. المشكل فينا ريم، فما عقليات اليوم ولينا نمشوا بهم، يقول لك لو فات انك اليوم حكيت على حاجه كيما هكا سكو البوز ضربت. ليه شنو هو بوز؟ بربي خلينا اللي نخدموا فيها اللي ولات اليوم كلمه كيما اللوبينه كيما شوينغا، ما قاعده تدور من واحد لواحد، وقت اللي تصير عركه نحكي، وقت اللي تتقال كلمه مبتذله تدور على تونس الكل ونحكي. هو الناس اللي تبع فينا يلبس اكيد في زوم 73 من اول ما بدينا، انا ديما نحكي على الظواهر هذه خاصه في قطاع الاعلام، وديما نحكي على الدخلاء في القطاع، كل مره ناخذ زاويه. اليوم الحديث تجبد مش على خاطر راهو ليميسيون عملت بوز والا خرجوا فيها تصريحات، هي فيها تصريحات راي شوكونت كانت وقالتها اساور، ولكن انا حتى مره اللي حكيت عليها اليوم حكيت على خاطر فما عنف في وسط البرنامج التلفزي، واللي خرج على لسان الكرونيكوز اللي كانت معاهم وقدمت استقالتها وخرجت. دونك اليوم نحكيوا على عنف قاعد يتمارس في وسط لي كوليس، معناتها هذايا نجموا نسكتوا عليه، ما نعديوش للتوانسه، ما نفيقوش العباد، راهو اغزر شنو قاعد يصير في برنامج تلفزي ولا اذاعي، راهو خاطر اللي يصير في التلفزه يصير في الاذاعه. دونك اليوم بالحق مع بعض الاستثناءات لبعض المؤسسات اللي تحترم نفسها، ولكن فما برشا تجاوزات في المؤسسات. نحكي هوني سبيسيالمون على تلفز، علاش؟ على خاطر الانتاج اكبر، البيرسونيل اكبر، دونك تصير مثل هالتجاوزات، وما خفية كان اعظم. والعباد اللي تسمع فيا اكيد تعرف، حتى من زملاء القطاع من صحفيين يعرفوا تجاوزات اللي قاعده تصير في وسط المؤسسات الاعلاميه خاصه التلفز نحكي. دونك مش لازم ديما نحطوا روسنا في التراب ونقولوا لا والله هذايا استثناء والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. اليوم الشاذ في تونس مالوغوزمون الشاذ ولا هو اللي يتقاس عليه. جوستومون، اما المشكل زاد وقت اللي تلقى انت حاجات كيما هكا، مثلا انت حكيت على العنف، حكيت على عرك بالكراسي ولا ضرب خنيف ولا حاجه. علاش عنف؟ على خاطر هذوما ناس. تو انت سامحني يلدز، انت ممثله والاخرى كرونيكوز كانت في الحبس، حتى معناتها في بلاتو تلفاز، انت فاهم اخلاقيه المهنه؟ انت تعرف انه فما ميثاق شرف للتعامل بين الاعلاميين والصحفيين. اليوم اللسان هذوما يتكتفوا ويتحضروا من الخرج. هذا خرج باهداف الاعلام. الاعلام عمره ما كان من دوره باش يعمل بوز، عمره ما كان من دوره انه باش يكتب دي سيناريو ويمثلوهم الناس الموجودين. دونك اليوم خرجنا حدنا باهداف الاعلام، علاش؟ على خاطر سلمنا الاعلام لناس ما همش اهله.
ان توكا المواطن التونسي اليوم اكيد برشا يعرفوا اللي راهو الشيء اللي قاعد يتعدى في التلفز راهو سي ان سيناريو راهو يكون محضر راهو هذيك طريقه حتى المواطنين يلدز حتى كي المواطنين توا يقول لك هذا دخلتوا بينا في حديث على قطاع احنا شي يهمنا لا راهو يهمنا يمسنا في حياتنا اليوميه يدخل ديارنا كل يوم فلسه هذا الكل يوصل لاولادك في الدار دونك اذا كان ما نحكيوش عليه راهو بالحق معناتها مشكله كبيره ولازمنا بالحق تتحل. يعطيك صحة ريم، شكرا لك. انت هذه الضرب الخنيفري اللي موجود في بلاتواتنا التلفزية اليوم على في التلفزة التونسية في الافتتاحية مع ليديتو. شوية آخر نمشي ونعملوا دورة في المرشي باش ناخذوا الأسعار أسوام الخضرة والغلة والمنتوجات المتوفرة اليوم في سوق سيدي بوعلي سينال 10 و11 دقيقة. باش خليكم مع موزيكا حلوة برشا سمعوها وراجعين معكم جديد.